في الموضوع ده واهتمام بالتنشئة والنمو ده دورنا الأساسي، والعشرة في المية اللي هي أدوار آخرين ما بزنقش نفسي في جزئية أدوار الآخرين. يعني دايما حتى يعني الإعلام بيهمه إيه؟ يعني أولا بقدر دور حضرتك السياسي وأسئلة حضرتك جدا، يعني الإعلام هو عايز الخبر اللي مرتبط بالإنسان اللي عبد كلب. أنا لست هذا الوزير، والموضوع بعيد عني تماما، ولن يكون مع احترام الفاطنة مع احترام حضرتك لن أكون هذا الوزير، لأن حتى لو الرأي العام في مؤسسات بتدار والجامعات العمومية هي اللي جايبة مجالس الإدارات اللي موجودة وتقدر تحاسب مجالس الإدارات اللي موجودة في حالة يعني عوار مالي أو حالة أنا بتقول. طب الجزء الجماهيري والجزء من حق الناس إن هي تقلق على مؤسساتها بصفة خاصة لو في يعني بعض المشاكل، احنا يعني الحمد لله تخطينا الحاجات دي كلها بشكل او اخر، وحصل يعني سواء يعني الاتحاد الدولي واتحاد الكورة اللي حصل في بعض الاندية، بنعمل دورنا وبنرجع لورا شوية. الاعلام لازم يهتم بالتفاصيل لان الموضوع كتلة اقتصادية مرتبطة بادارة المؤسسات دي، ولازم نكتب ولازم نعمل. برضو انا يعني بدخل في الدور بتاع الضعف، ما بزيدش هذا الدور ولن اتزايد فيه، لان دوري الاساسي اللي معتبره اكتر من كده بكتير. الحاجات دي بتاخد مننا تقريبا 20%، بس ال 20% في الاعلام بالنسبه للحته دي 100% انا شغال بطريقه تانية. هو مش دوري ان انا اشوف الابطالنا اللي موجودين قبل ما يطلعوا الاولمبياد، واكتر عدد المفروض يطلع اولمبياد، مش دوري ان انا اخطط طيب بعد الاولمبياد دي احنا شكلنا ايه في 2024 و2028، هل في يعني قواعد ثانيه المفروض اطورها واعملها، هل في رياضه في المدارس المفروض ان انا اطورها واكتشف الموجودين فيها، هل في دور ان احتياجات حتى الاتحادات الاساسيه في دورها المالي ان انا اوفر الدعم المالي اللي يشتغل بيه وراقبه عليه. احنا قمنا بالدور ده، قمنا بالدور ده حتى في الاعداد الاولمبي. مفيش اتحاد في برنامجه الاولمبي ما خدش فلوس وما طلبش، واحنا قلنا مش قادرين مثلا يعني، مفيش البرنامج الاعداد الاولمبي عملنا بانجح ما يمكن، وعملنا برنامج رعايه للابطال المتوقع من خلال دراسه اللجنه الاولمبيه المصريه، بدانا ب 32 لاعب اللي هو احتمال يتأهلوا، وصلنا ل 55 لاعب، عملنا لهم برنامج رعايه منفصل يروح ويسافر وليه فريق عمل وليه رعايه وليه مدير ويسافر زي ما هو عايز، والاصابه ومدرب شخصي.